هذه المناسبة وكما نقول بأن الهجمات التي تأتي على شمال شرق سوريا من تهديدات خارجية وخاصة الدولة التركية الفاشية التي تهدد أمن واستقرار سلامة هذا الشعب، ومقابل هذه التهديدات نقول نحن صامدون أمام كل الهجمات وأي هجمات كانت من تركيا أو إيران أو أي دولة ثانية كانت تهدد أمن واستقرار هذا الشعب. نحن صامدون وسندافع بكافة قوانا حتى آخر لحظة بفكر وفلسفة الأمة الديمقراطية وفلسفة القائد آبو القائد الأممي. سوف ننتصر إلى كافة أعداء الإنسانية. Captain! Stop it!